حينما تقارن بين المسلمين في عباداتهم وغير المسلمين، حينما الله عز وجل خصنا بهذا الدين وخصنا بالصلاة، وهي أننا نقف بين يدي ربنا خمس مرات، بمعنى صلة، أنت تقف وتصلي، أنت واقف بين يدي ربك. هذه خصيصة ومزية، المحافظة على الصلوات الخمس جماعة. حقيقة إذا رأيت نفسك أن الله قد أعانك والتزمت بصلاة الجماعة خمس مرات مع إخوانك المسلمين في مساجده، هذا من أظهر دلائل الاستقامة ومن أسبابها، ولا شك من حافظ عليها حفظ الصلوات جماعة. وإذا علمنا أن الصلاة تكفر الذنوب، كما قلت كمن كعلان هنجار يغتسل سبع مرات خمس مرات أيبقى من دره شيء، فالمحافظة على الصلوات الخمس مع جماعة المسلمين هذه يعني من أظهر مظاهر الاستقامة. وخاصة إذا يا حفظك الله تعلم أن الصلاة صلة بين العبد ورب، ويعني حينما حقيقة حينما تقارن بين المسلمين في عباداتهم وغير المسلمين، حينما الله عز وجل خصنا بهذا الدين وخصنا بالصلاة، وهي أننا نقف بين يدي ربنا خمس مرات، بمعنى صلة، أنت تقف وتصلي، أنت واقف بين يدي ربك. هذه خصيصة ومزية، فكيف إذا أديتها الشهد على وجهها بطهور بكمال طهورها وسكينتها ووقارها والحرص على حضور القلب، ويكون كلنا مع نقص، لكن مهما كان يبقى ما دام أن الله أعانك أن تؤدي صلاة الخمس جماعة مسجد، هذا خير كثير.